مواصلة لعملياتها من أجل استبداد الأمن والاستقرار في كل أرجاء الوطن، تمكنت القوات المسلحة التشادية من طرد فلول المتمردين الخارجين عن القانون من منطقة مسك التابعة لإقليم بركوة، حيث شنت القوات المسلحة التشادية هجوما كاسحا على المرتزقة المتمردين الذين يتخذون من منطقة مسك قاعدة يشنون منها هجماتهم على القرى الآمنة وإزعاج المواطنين وأخذ كل ممتلكاتهم ويمارسون العبودية في حق المواطنين العزل تحت تهديد السلاح. هذا ما جعل أبطال القوات المسلحة التشادية للتصدي لهؤلاء المرتزقة وتحرير عدد كبير من المواطنين الأبرياء المحتجزين لدى قبضتهم، كما ألقى القبض على 16 سيارة منها 10 سيارة تويوتا لاند كروزر رباعية الدفع V6 و6 سيارة تويوتا هيلوكس، بالإضافة للعثور على بعض الأوراق والبطاقات التي تثبت بأن هؤلاء الفلول مرتزقة من دولة ليبيا. القائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال إبراهيم محمد سعيد باشا لم يكن بعيدا عن المشهد، بل نزل بنفسه إلى عين المكان رفقة عدد من القادة والعسكريين بالقوات المسلحة التشادية، وذلك من أجل تشجيعهم على هذا النصر وتقديم لهم بعض التوجيهات العسكرية، حيث أوضح بأن القوات المسلحة التشادية ماضية في تقديمها من أجل تأمين كل القرى والوديان والحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين. وستظل القوات المسلحة التشادية تحمي الأرض والعرض وتكون دوما على العهد، وتؤكد جاهزيتها لتلقين كل خوان أو معتد أثيم الدروس والعبر.